أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: نساء وأطفال ضحايا مجزرة مروعة في حمص، وكتائب الأسد تصعد عملياتها في دمشق. الائتلاف السوري يتهم نظام الأسد باحتجاز 200 شخص داخل مسجد في حي القابون. غضب إسرائيلي غير معلن من تسريب خبر الهجوم على ميناء اللاذقية. أهلا بكم. التحذيرات الدولية والأممية ومخاوف المعارضة السورية من مجازر محتملة في حمص التي ترزح تحت وطأة قصف متواصل منذ أسابيع عدة ترجمت بمذبحة هزت قرية الحصوية في حمص، خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال. وفي دمشق ازدادت حدة المخاوف من مجازر محتملة في حي القابون والذي يتعرض لقصف متواصل بمختلف أنواع الأسلحة. على هذا الشكل جددت كتائب الأسد قصفها أحياء العاصمة دمشق ولا سيما القابون الذي تحاصره بأعداد كبيرة من الجنود، وسط مخاوف من ارتكاب مجازر مروعة فيه بحق سكان المدنيين. بالتزامن تشن قوات النظام حملات دهم في حي ركن الدين، فيما الاشتباكات الضارية تدور بين الجيشين الحر والنظامي في حيي العسالي والتضامن وأخرى في الغوطة الشرقية بريف العاصمة، حيث استهدف الجيش الحر إدارة المركبات التابعة لجيش النظام. الله أكبر. قوات النظام تستكمل حملتها العسكرية على ريف حمص وأحياء حمص المحاصرة، خصوصا الخالدية الذي يشهد كذلك اشتباكات عنيفة، وعلى محاور أخرى بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة من حزب الله. وفيما تشن قوات النظام حملة دهم وتفتيش في بلدة خطاب بريف حماة، تدور مواجهات في صلاح الدين بحلب، حيث استهدف الجيش الحر بالهاون قوات النظام المتمركزة في مستشفى الصابوني. أما الطيران الحربي فيقصف بالرشاشات الثقيلة حي طريق الباب في حلب ومحيط مطار حلب الدولي ومدينة حريتان في ريف المحافظة. هذا وتتصدى عناصر الجيش الحر لقوات النظام في محيط حي المنشية بدرع البلد. وهذه هي مدفعية النظام التي تدك الأحياء المحررة في دير الزور بالتزامن مع إلقائها البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على ريف إدلب واستهدافها مدينة الرقة من الطيران الحربي، حيث تجددت الاشتباكات شمال المدينة. وللمزيد ينضم إلينا عبر السكايب الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها مازن الشامي. مازن، يعطيك العافية، ما هو الجديد الميداني وماذا عن حي القابون والذي يتعرض للقصف بمختلف أنواع الأسلحة؟ نعم هنادي، مساء الخير. يعني اليوم الحملة العسكرية لا زالت تواصل على حي القابون، حيث شهد الحي منذ الصباح قصف هو الأعنف في الدبابات بالتزامن مع اشتباكات تدور حتى اللحظة في محاولة من كتاب الأسد اقتحام الحي من عدة محاور. واليوم يعني بالتحديد كتاب الأسد سمح في عدد من الأهالي بالخروج من الحي، كما تم الإفراج عن الأهالي الذين كانوا محتجزين في مسجد العمري الأمس. واليوم يعني تم احتجاز عدد آخر غير الذين تم الإفراج عنهم أمس. بالنسبة لباقي الأحياء، هناك قصف على عدة أحياء في العاصمة دمشق وخاصة في قابون كما ذكرنا، والتضامن وجبر مخيم اليرموك وحي برزة الذي يشهد الأخير في هذه اللحظة استهداف الحي بمضادات الطيران ودبابات ومدرعات كتائب الأسد تقصف اليوم أيضا مدينتي الزمالكة وعربين. وفي حي ركن الدين كتائب الأسد تشن حملة مداهمات في الحارات العليا من الحي. في الريف الدمشقي قصف عنيف على عدة مدن وبلدات كيلدا والمعظمية ودارية الكبات المتواجدة على المتحلق الجنوبي والذي يفصل بين العاصمة دمشق والغوطة الشرقية. بالمقابل كتائب الأسد تقصف بلدة مليحة بالدبابات، وأيضا قام الجيش الحر بقصف مراكز زي شبيحة عش الغور، وتم استهداف أيضا إدارة المركبات بمدفعية الجيش الحر. يعني اليوم تم اعتقال كل من كان بداخل جمعية الكسوة، أيضا يعني هذه جمعية الكسوة الخيرية المتواجدة في المنطقة. اليوم كتائب الأسد اعتقلت كل من كان يحاول. طيب مازن، بالنسبة للجيش الحر، كيف يتحضر الجيش الحر لمواجهة العملية العسكرية الشرسة التي يبدو أن قوات النظام تشنها حاليا على دمشق وريفها بقوة؟
نعم يعني المعارضة في الخارج تقول إن السلاح وصل إلى الداخل، لكن صراحة إلى العاصمة دمشق بالتحديد لم يصل أي نوع من السلاح، ويحاول أن يدافع عن الأحياء. نعم، أشكرك مازن الشامي، حدثتنا من دمشق، ونعتذر عن التوقف المفاجئ بسبب خلل تقني. نتابع نشرة سوريا اليوم، حيث طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي بتوجيه إنذار عاجل إلى نظام بشار الأسد للإفراج عن 200 شخص يحتجزهم داخل مسجد في حي القابون شمال شرقي دمشق. وفي بيان أصدره فجرا، قال الائتلاف إن حملة النظام العسكرية هذه تأتي استمرارا لحصار بدأ منذ نحو 7 أشهر تنفذه حواجز أمنية وعسكرية على حي برزة والقابون. سوريا اليوم مستمرة، وفيها بعد الفاصل تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في لبنان لمطالبة واشنطن بدعم الثورة السورية. أهلا بكم من جديد. أبدت إسرائيل غضبها من تسريب معلومات عن الهجوم الذي شنته على مستودع أسلحة في اللاذقية، فيما أكدت باريس أن الصحفيين الفرنسيين المخطوفين في سوريا هما على قيد الحياة. بعد تسريب مسؤولين أمريكيين خبر وقوف إسرائيل وراء الهجوم على ميناء اللاذقية، يسود في تل أبيب صمت رسمي تخرقه تصريحات مسؤولين سياسيين عبروا عن غضب بلادهم من هذا التسريب الذي لن يخدم الموقف الإسرائيلي كما يقولون. المسؤولون برروا العملية التي يقال أن روسيا كانت على علم بها بأنها جاءت خوفا على أمن إسرائيل وخصوصا على آبار الغاز الطبيعي، من دون أن يسقطوا من حساباتهم إمكانية رد سوري أو روسي على هذا الهجوم. وفي منح آخر، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لدريان أن الصحفيين الفرنسيين المخطوفين في سوريا منذ حزيران الماضي هما على قيد الحياة. الوزير الذي لفت إلى أن كل الجهود قد بذلت من أجل الإفراج سريعا عن الصحفي ديدييه فرانسوا والمصور إدوار لياس لم يضف المزيد من التفاصيل عن وضعهما من أجل ما اعتبره مصلحة الجميع وخصوصا مصلحتهما. وإلى مصر اتجهت أنظار الأمم المتحدة، حيث أبدت قلقها حيال معلومات تحدثت عن إعادة السلطات في القاهرة سوريين إلى بلادهم. وبينما دعا رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس السلطات المصرية إلى استقبال وحماية جميع السوريين الذين يطلبون اللجوء، تحدثت المفوضية أن مصر أعادت طائرات عدة تقل مئات السوريين بعد تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للسوريين الراغبين في التوجه إلى هناك. غواصة إسرائيلية نفذت الهجوم على مستودعات أسلحة في ميناء اللاذقية، وثوار سوريا يتخوفون من حرب جانبية. هذا أبرز ما تداولته الصحف العربية والعالمية اليوم في إطار مواكبتها لتطورات الملف السوري. أفادت صحيفة ساندي تايمز البريطانية بأن غواصة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية من طراز دولفين نفذت الهجوم على مستودعات الأسلحة السورية في ميناء اللاذقية نهاية الأسبوع الفائت. ويقال أن الضربة البحرية التي تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة استهدفت صواريخ روسية مضادة للسفن من طراز ياخونت B-800 تلقاها النظام السوري مطلع العام الجاري. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن ثوار سوريا يتخوفون من حرب جانبية في غمرة اقتتال داخلي بين مقاتلي الجيش الحر وعناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة، ويحذر محللون من محاولة الثوار تضخيم المخاوف من الجماعات الراديكالية وإمكانية بسط سيطرتها على السلطة بهدف تحقيق مكاسب سياسية لأجل الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لإمدادهم بالأسلحة. وفي الإطار نفسه، أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى تزايد حدة الاقتتال الداخلي بين فصائل الثوار المتناحرة في سوريا، الأمر الذي يقوض جهود الصراع لإسقاط نظام الأسد. من جهة أخرى، كشفت الصحيفة نفسها أن هناك استعدادات لتنظيم انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر ستنبثق منها حكومة محلية لإدارة شؤون المناطق الكردية في سوريا.
كشفت صحيفة الحياة أن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت إبقاء الحدود الشمالية والجولان السوري المحتل على رأس أجندتها باعتبارها جبهة ساخنة أساسية، وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تطبق كلامها في شأن منع النظام السوري من تجاوز الخطوط الحمر، وهي تشمل سقوط صواريخ كيماوية في أيادي غير مسؤولة أو نقل أسلحة متطورة من سوريا إلى حزب الله أو فتح جبهة إرهاب من خلال تفجيرات عند الحدود في الجولان. صحيفة الوطن السعودية اعتبرت أن تردد الولايات المتحدة في التدخل الحازم والقوي لحسم الأزمة السورية يزيد من تدهور الأوضاع الداخلية، وتحدثت الصحيفة عن مؤشرات تفيد بضغوط من الكونغرس خوفا من وصول الأسلحة إلى المتطرفين، ما يعني أن تأخير الدعم كان أثره سلبيا على الشعب السوري. في لبنان اعتصم طلاب حزب الانتماء اللبناني أمام السفارة الأمريكية في عوكر لمطالبة الولايات المتحدة بدعم الثورة السورية. أمام السفارة الأمريكية في عوكر اعتصم طلاب حزب الانتماء اللبناني مطالبين الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في سوريا دعما للثورة، ورافضين وقوفها على الحياد أمام المجازر التي تحصل بحق الشعب السوري. هل غيرت أمريكا سياستها أم أنها مسيرة من قبل إدارة فاشلة اختارت سياسة النأي بالنفس عن الثورة السورية المحقة؟ إدارة تغض النظر عن مئات الضحايا الذين يسقطون يوميا، تغض النظر عن تدمير سوريا، تغض النظر عن حرية الرأي في سوريا، وتغض النظر عن أبسط حقوق الإنسان لدى المواطن السوري. كما كانت كلمة باسم الطلاب ألقتها رنيم شور باللغة الإنجليزية، توجهت فيها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أجل حماية السوريين من بطش بشار الأسد. وتابعوا في النشرة بعد الفاصل. ضخ العملة الروسية والصينية والإيرانية في الأسواق السورية بعد انهيار الليرة المحلية. أهلا بكم من جديد. يعمد النظام السوري إلى ضخ العملة الروسية والصينية والإيرانية إلى الأسواق بعد انهيار الليرة المحلية ووصول سعر صرفها إلى 350 مقابل الدولار الواحد. يتساءل الكثيرون كيف للنظام السوري أن يصمد ولو شكليا في حين أن بنيته التحتية منهارة، ولا يرد هذا الأمر إلا إلى الدعم اللامتناهي من قبل حلفائه الثلاثة الأساسيين روسيا الصين وإيران، إذ لا يقتصر دور هذه الدول على تقديم المساعدات له بل إدارة مفاصل الحكم في سوريا. بالرغم من المساعدات الوفيرة من الأموال التي قدمت للنظام السوري، لم تفلح محاولات إنقاذ الليرة السورية المنهارة حاليا، حيث وصل سعر صرفها مقابل الدولار الواحد إلى 350، وبذلك يتجه نظام الأسد الآن إلى دعم العملة الوطنية عبر الخروج من دائرة الدولار واليورو والتداول بالعملات الروسية والصينية والإيرانية. وفي وقت تشير تقارير اقتصادية إلى أن التضخم في سوريا وصل إلى نسبة 200%، تسعى حكومة النظام السوري إلى تفعيل التبادل التجاري بين هذه البلدان ودمشق بعدما لفت الأسعار الملتهبة للسلع على الأسواق خصوصا مع شهر رمضان الكريم. كل هذه الإجراءات والطرق الملتوية التي يسلكها النظام السوري وهو في أيامه الأخيرة لن تحقق سوى قليل من التحولات على الأرض، ولا سيما أن الاحتياط النقدي ومقدرات الدولة نفذت من خزائن النظام. مطبخ إغاثي في دير الزور يوفر للمواطنين لائحة متنوعة من الطعام بما تيسر من مواد غذائية في المحافظة والتي تستهدف يوميا بمختلف أنواع الأسلحة. عام كامل على الحصار ولا زالت مدينة دير الزور صامدة بأهلها الذين أبوا أن يتخلوا عنها. هذه المدينة التي عانت الكثير وذاقت جميع ألوان العذاب، حيث الشهداء والجرحى والدمار والخراب، فضاق الناس درعا مما جرى لهم، لكنهم رغم هذا كله ما زالوا صابرين. فهذه روافد المنظمة الإغاثية في هذه المدينة لم تقصر مع أهلها وناسها، حيث أنشأت مطبخا لتجهيز الغذاء لهم في كل يوم، حيث يبدأ العاملون فيه بتجهيز الوجبات المتنوعة مساء حتى يبدأ طهيها في اليوم الثاني، وهكذا في كل يوم. هي إحنا بوضع الحصار بنزوح من قبل الأهالي،
نفترض عادت أعداد كبيرة من النازحين، عندكم قدرة أن تأمنون هذه الناس؟ إحنا إن شاء الله قدمنا وقدمنا على تقديم نقمة العيش الأكبر عدد ممكن. طبعا الفترة الماضية كان في حالة هجوم من الأهالي والحمد لله قدرنا نقدمهم، هسه صار في قصف كثير في عدد من ردة نزحت، بس إحنا إن شاء الله الله يقدمنا أنه نقدمهم إن شاء الله يكون عندنا قدرة. ويكون توزيع الغذاء في ساعة محددة من كل يوم، وتتقدم الأهالي بالشكر الجزيل لهذه المنظمة على ما تقدمه من مساعدات لهذه المدينة. في آخر خبر ورد قبل قليل، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع مخاطر تفشي الأمراض المعدية في سوريا، بما في ذلك الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد. وأشارت المنظمة إلى أن الوصول للمحتاجين في سوريا لا يزال يواجه تحديات عدة نتيجة انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية. في الختام، هذا تذكير بعناوين نشرة سوريا اليوم. نساء وأطفال ضحايا مجزرة مروعة في حمص، وكتائب الأسد تصاعد عملياتها في دمشق. الائتلاف السوري يتهم نظام الأسد باحتجاز 200 شخص داخل مسجد في حي القابون. وغضب إسرائيلي غير معلن من تسريب خبر الهجوم على ميناء اللاذقية. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.